أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس لغتنا الجميلة. أعزائي الطلاب، درسنا اليوم جاء من أحداث موقف حدث مع أحد طلاب المجتهدين واسمه عادل. في أحد الأيام سألني عادل عن اسمه، ماذا يعني عادل؟ فقلت له أن اسمه صيغة نحوية تسمى اسم فاعل، أي من قام بأداء الفعل، بمعنى عادل من قام بالعدل. عدل هو الفعل من اسم الفاعل عادل، وهو ثلاثي مكون من ثلاثة حروف ع د ل. نقوم بإضافة مد الألف بعد الحرف الأول من الفعل عادل. فسألني مرة أخرى، وماذا عن اسم أخي صابر؟ أجبته اسمه أيضا بصيغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي صبر، صبر أي من قام بالفعل يسمى صابر. سألته أنا هل فهمت؟ أجاب نعم أنا فاهم. فاهم أيضا اسم فاعل من الفعل فهم. والآن سأعرض عليكم هذه الأمثلة من الجمل ونستخرج منها الكلمات ذات صيغة اسم الفاعل. جاهزون؟ فلنبدأ. أولاً، أحمد شوقي شاعر عريق، أين اسم الفاعل في الجملة؟ ممتاز، شاعر، هل تعرفون ما فعلها؟ نعم، شاعرة، فهو شاعر. المثال التالي، حسام لاعب كرة قدم، أين اسم الفاعل في الجملة؟ ممتاز، لاعب، وما فعلها؟ لعب، فهو لاعب، رائع. المثال الثالث، الرجل جالس على الكرسي، أين اسم الفاعل هنا؟ نعم، إنه جالس، وفعله هو أجل، جلس، فهو جالس. أحسنتم جميعاً. أحبتي، هل تحبون التعلم باللعب؟ على الرحب والسعة، هذا نشاط، انظروا معي لنتعرف على كيفية أدائه. كان معي بذور لأفعال ثلاثية، غرست كل بذرة في تربة وعاء من الأوعية الأربعة التي أمامنا، وما إن غرستها حتى ظهر الفعل على جدار كل وعاء. الآن هذه البذور ستنمو وتصبح زهوراً بمجرد معرفتكم لاسم الفاعل من كل فعل. هل أنتم جاهزون لمساعدة البذور في النمو؟ فلنبدأ. الوعاء الأول فعله جلس، ما اسم الفاعل منه؟ جالس، هيا نرى. ممتاز، إجابتكم صائبة، جلس جالس، نمت البذرة وأصبحت زهرة. الوعاء الثاني وفعله شرب، ما اسم الفاعل منه؟ شارب، هيا نرى. رائع، أزهرت، إذن الإجابة سليمة. الوعاء الثالث وفعله دفع،
ما اسم الفاعل من دفع؟ دافع؟ هيا نرى إن كانت صحيحة. ممتاز، إجابتكم سليمة، وها هي أزهرت. الوعاء الرابع والأخير، وفعله كتب. ما اسم الفاعل منه؟ كاتب؟ فلنرى. أزهرت النبتة، إجابتكم صائبة، بوركتم أحبتي. واستكمالاً لهذا النشاط الرائع منكم، هيا نقوم بحل هذا النشاط بتوظيف هذه الكلمات في الجمل. دعوني أقرأ لكم الكلمات: شاكر، شارب، صادق، زارع. هل لاحظتم جميع الكلمات بأي صيغة؟ ممتاز، جميعها أسماء فاعل. شاكر من الفعل شكر، شارب من الفعل شرب، صادق من الفعل صدق، وزارع من الفعل زرع. الآن هيا نقرأ الجمل لنكملها باسم الفاعل المناسب. الجملة الأولى: الطفل فراغ للحليب. هل عرفتم الكلمة المناسبة؟ ممتاز، شارب، الطفل شارب للحليب. الجملة الثانية: محمد فراغ في قوله. هل عرفتم الكلمة المناسبة؟ صادق، هيا نقرأ الجملة كاملة: محمد صادق في قوله. أحسنتم. الجملة الثالثة: المؤمن فراغ لنعم الله. ما الكلمة المناسبة هنا؟ أجل، شاكر، المؤمن شاكر لنعم الله. الجملة الرابعة: الفلاح فراغ للأشجار. ما الكلمة المناسبة هنا؟ ممتاز، زارع، الفلاح زارع للأشجار. أحسنتم، أحسنتم، ومن كل سوء سلمتم. وإلى هنا انتهى درس اليوم أعزائي الطلاب. أستودعكم الله، وإلى اللقاء في درس جديد من دروس لغتنا الجميلة. وإلى اللقاء.